حددوا لي وقت صلاة الضحى جزاكم الله خيرا، وهل تجوز في السابعة صباحا؟ نعم، صلاة الضحى وقتها من حين ترتفع الشمس في الرمح إلى توسط الشمس في السماء، إلى توسط الشمس في السماء، وهو ما يسمى عند العوام وقفة الشمس. فهذا كله وقت لصلاة الضحى، كل ما تأخرت فهو أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حينما يكون حر الرمضة قد حينما يكون يحصل حر الرمضة الذي يؤلم الفصال وهي صغار الإبل. نعم، جزاكم الله خيرا. كلما تأخرت أي كلما قربت من وقت صلاة الظهر كالصالة؟ نعم، كلما يعني تأخرت إلى قبيل دخول وقت النهي وهو قيام الشمس وسط السماء. نعم، فهو أفضل. بارك الله فيكم.